اللي شو عم بيعملوا هون هدول لك بدر؟ ما عرفت حبيبتي، أبوكي وتحسين حاطين الجماعة ونازلين كذب عليهم، يعني أنا ما فهمت كيف قدر يخدعوا لبابا ويسحبوا لصفه هيك؟ يعني أنا بس بدي أفهم بشو بده يخدعوا، بالمصاري والمشروب؟ بشو بده يخدعوا؟ بس مو صح، أنا رح أخبر هدول الجماعة الحقيقة. نحن شو دخلنا؟ ما بنعرف شو القصة، شكلهم بدهم يتزوجوا، والقصة ما بتخصنا إلنا، مزبوط؟ مو هيك؟ خلص، نحن ما دخلنا فيهم. مستحيل. هذا الموضوع رح يلف ويدور ويرجع علينا، ورح أذكرك إنه قلت لك، تذكر. نحن في عنا مناجم ألماس، ومعظم الألماس تبعنا بنعرض بدول البحر الأبيض للناس اللي قادرة تشتري، يعني تعرف أنت. هي الدعوات. لميس مو على أساس تعملي لنا قهوة، وينها؟ لميس انتو اغنية كتير، بس الغريب انه لهلأ ما عندكن خدامة، انت بتعملي كل شي بايدك، معقول؟ معقول ما عندهم خدامة؟ عمي وعيلتو اجوا من اسطنبول بسرعة كرمالي انا، في عندهم خدم كتير طبعا بس ما جابوهن معهم، بس لميس بتعمل قهوة ولا اطيب من هيك. تحسين قوم معي نحكي القصة، مو زابطة لانه مو هيك؟ لا لا، لازم تدوقينا قهوة من تحت دياتك، بس مو مهم، خلينا نأجلها شوي، وبما انه نحن مجتمعين كلنا هون، فأنا بدي أطلب إيد بنتك المصونة آيلا لابننا تحسين. شو قلت؟ معقول تطلب البنت هيك هون؟ البنت بتنطلب ببيتها، اللي مو هيك؟ مزبوط، معك حق، بس بما أني معاق وما بقدر أتحرك كتير وصعب علي روح وإجي كمان لأنه أنا وراي شغل كتير وقتي مو ملكي، قلت بما أنه نحن مجتمعين هون شو رأيكن إنه نلبسها كم قطعة مجوهرات؟ خد لبسها هالطوق قبل كل شيء ابني، يلا تفضل. منين طلعوا هالذهبات؟ منين جابون؟ ما بعرف، أنا ما عم بفهم شيء. تعي بنتي، تعي 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 للبسك هدول، تعي مدي إيدك لشوف. هاي واحدة، تنتين، هاي مبرومة، وهي كمان حلوة كتير، لبسيهم يلا. عمي لبسها كمان. هاتي ايدك، خدي هاي نعمة، ما بقي غير واحدة. ايه خدها. ايه منيحة هاي نعمة. وكمان خطر ببالي شغلة، اني اهدي هالبيت حلال لابني وبنتكن بالعرس عن قريب. يا الله. شكرا. حلو هالحكي. طيب لكن بما انه شغلكم باسطنبول وصعب تجوا، يعني مثل ما هو واضح اصلا الاولاد حابين بعضهم وعاجبين بعضهم، نحن الكبار ما بحق لنا نحكي بنوب، صح مدام؟ لهالسبب رح اعطيك اياها، وانا هو ما موافقي. قومي بوسي ايد عمك. هات الرضا عمي. بوس تحسين يلا. ها صهري حبيبي. تعي. الله يرضى عليكي. الله يرضى عليكي. بنتي حبيبتي. لميس بعد. ألف مبروك. ألف مبروك. ألف مبروك. ألف مبروك. طيب لكن بما انه عمي فكري هون، فشو رايكم انه نحن هلا نكتب الكتابة بسرعة؟ طبعا طبعا، ليش لا، انا عندي معارف بالمحكمة، انتو بتعرفوا هالشي. صح، ايه صحيح، نحن بنعرف. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الاخطارات لتكون اول من يشاهدها.